السيد محمد عويس ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية، الخبير في الشؤون الأمريكية. سيد محمد عويس أهلا بك مرة أخرى. هل تحاول واشنطن لي ذراع القاهرة من وجهة نظرك بعرقلة مساعي الجيش مؤخرا لتنويع مصادر التسليح؟ يعني هو ليس لين للذراع عندما يكون الإنسان مرتهن لأحدهم. والآن هنا نرى أن منذ 79 إلى يومنا هذا النظام المصري مرتهن رهينة، ما عدا يعني السنة التي كان بها المغفور له الرئيس محمد مرسي، وإلا باقي الرؤساء المصريين كانوا رهائن بيد أمريكا. ويعني علينا أن نتذكر أن أمريكا مساعداتها ليس لوجه الله، مساعدات مشروطة بأن يعني يعملوا ويغنوا حسب الموال الذي يريده، يعني الدافع الضرائب الأمريكي الذي يتبرع بمليار وتسعمائة مليون دولار للنظام المصري. ولكن ما هي استراتيجية النظام المصري؟ أنه نظام صغير، رئيس صغير، ويريد أن يلعب مثل الكبار. هو هذا أنا برأيي يريد أن يلعب كما لعبت تركيا، ولكن تركيا كما كان يعني كما تفضل الإخوة بالحديث، وكما أنا لم أسمع تقريركم ولكن الظاهر أنكم تطرقتم إلى هذا الموضوع، أن تركيا دولة قوية، دولة لها مركزها في حلف الناتو. ما هو الحلف الذي تنتمي له الحكومة المصرية؟ لا يوجد هناك حلف. يعني العلاقة مع الأمريكيين، يعني انظر إلى ماذا حدث للمملكة العربية السعودية بقصف محطة بترول أبقيك وخريس. أمريكا تخلت عن المملكة العربية السعودية، مع العلم أن المملكة العربية السعودية، ولكن لا يمكن أن تكون القاهرة ضمن حلف المطبعين وأصحاب العلاقات المميزة مع الكيان الصهيوني، ألا يكفيها ذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ تماما. ما هو المليار وخمسمائة مليون دولار التي وعدوا السادات بها في اتفاقية كامب ديفيد، هذه شراء للذمم والشراء للعسكر المصري ألا يقترب من حدود الكيان، وألا يحارب الكيان بل يحارب الشعب المصري ويجوع الشعب المصري من أجل البقاء يعني في تحت مظلة الولايات المتحدة الأمريكية والهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. فلذلك يعني هم لن يسمحوا للنظام المصري أن يتسلح. وبعد ذلك يعني لماذا يتسلح النظام المصري؟ يريد السخوي 35 لاستعمالها في ليبيا مثلا، ولا في اليمن لقتل عرب يعني كما يفعل الآخرون، أم يريدها للدفاع عن مصر؟ لا يوجد هناك، إذا كان هو منبطح للكيان الصهيوني لا يوجد عدو. إذا كان هو منبطح يعني طوعا وسلم نفسه وسلم كما يقال باللغة العربية العامية، سلم لحيته للكيان الصهيوني، فلا يوجد هناك خطر.